أنت تتعرض للتنمر يومياً ومن سنة وسنتين، يعني يمكن صار فوق 10 سنين عليك موجة تنمر، ليش ما حد يحبك؟ والله خليني أقول لك شيء، أكثر شيء اللي يريحني كلش يفرحني من أقرأ تعليقات على الانستغرام، كلش أرتاح من أشوف أنه ما يقولوا لي شغلك فاشل أو برامجك ما حلوة، ينتقدوك شخصياً، يقولوا لي شنو؟ هذا شكل بشرفك، يا هاي خلقة بشرفك، هذا خشم، خشمك هالكبرى بشرفك أنت هيك، بالتالي أقول لهم يعني هذا شغل رب العالمين سبحانه وتعالى، شكلي ومظهري هو شغل رب العالمين، أما شغلي آني والاعتراف على رب العالمين كل شيء. بس هم أكو انتقاد على شغلك، يعني ثقيل الدم دائما نسمعها عنك، يعني مو قريب على قلبه، ما أعرف إيش أنا يعني قد أختلف معهم، لكن أنت تسمع هذا الشيء هواي، كل شوية أسمع أنه أنت مكروه. شنو يعني أنت مكروه؟ مكروه يعني أنت ما تنحب عشاش، أوكي؟ هذا الشيء إجا وين؟ شو كنت بدأت الموجة هاي؟ يعني بتعب تلعب، أنا شيء كلش محبوب بالشارع، أتفق وياك، أنا شيء كلش محبوب بالشارع، أنا أقيس هذا الموضوع بالناس لما أروح أشوف تلمسه مباشرة، إيه، لأنه الناس ما يحتاج يجاملك، يعني منو أنت عمولي جاملك، أوكي؟ شنو يعني بالنسبة إلي شنو؟ خاصة الجمهور العراقي، خاصة الجمهور العراقي راسا يعني، من كنت أنزل الشارع يعني يوقفون بالأعداد كلش كبيرة عمود إنه يشاركون وياي وفرحانين ويحبوني وهيك وهاي. اللي سوى عندي هاي النقطة الفارقة وصرت مكروه ببرنامج أكفد واحد يعني كنت ما أعرف أحكي نكتة وأطلع فطير، أوكي، وسمين يعني أنت فاجأتني أنه أنت فكرتك كان البرنامج، أي بس يعني شنو يعني انقلب السحر على الساحة، أي يعني أي، لأني حقيقة ما كان مفروض أقبل أنه أنا أطلع ببرنامج ما لي بيدور.